أخ أبو علي الكوفي المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي ومدير الهندسة العسكرية. مرحبا بك حاج أبو علي، وشكرا لتلبية الدعوة والوجود اليوم بيننا، شكرا لك، حياك الله. أهلا بك دكتور إياد، تحية لك ولمشاهديك الأعزاء. حياك الله أبو علي. بدءا، كيف تولدت الفكرة أو من أين أتت الفكرة لأن يكون الحشد الشعبي جهد خدمي ساند للمؤسسات الخدمية الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفون دكتور إياد، بعد انتهاء الصفحة العسكرية في حربنا ضد الإرهاب، الحاج أبو مهدي هو مهندس الحرب ومهندس الانتصار، وكذلك هو كان مهندس للإعمار والبناء باعتباره هو نفسه مهندس مدني وعنده رؤية وعنده تصور عن البناء وتقديم الخدمات. يعني بمجرد أن وصلنا إلى الحدود السورية واستقرت القوات العسكرية على حدودنا مع سوريا وأمننا الحدود بالكامل، توجهنا إلى أن نفرز قسم كبير من جهدنا الهندسي والطبي والدعم اللوجستي والاتصالات أن يكون مخصص لتقديم الخدمات ولمساعدة وزارات الدولة ومشاركتها كذلك في موضوعة البناء والإعمار وتقديم الخدمات. وبدأنا أولا في البصرة. نعم. في البصرة تعرفون يعني تلوث بيئي عالي، نقص خدمات، نقص ماء خام للاستخدام المنزلي. في بغداد كذلك شمال شرق العاصمة. دعنا نتكلم أخ أبو علي عزيزي، خلينا نتكلم بالبصرة، يعني ماذا حققتم وأين بدأتم بالضبط؟ البصرة بدأنا من حوالي 14 شهر وقدمنا المزيد، طهرنا نهر شط العرب بالكامل بعد أن كان مكب لنفايات حال يعني بغداد، مثل ما الآن محطة الرسومية تكفي. نعم. نهر ديالة كذلك 11 نهر رسمي في البصرة، العشار والرباط والترك وغيرها معروفة. جيد. هذه كذلك استخدمت كخطوط ناقلة ومكب للنفايات، وشفت الحال اللي صارت بالبصرة، أكثر من 110 ألف حالة تسمم في موسم الصيف الماضي. ووقفت كل محطات التصفية عن العمل لأن ما أخذها هي في نفس مكانات مكبات الأنهار. عملنا على قلب مناسيبها وجعلناها صفي شط البصرة اللي هو المصب العام. وطهر شط العرب، ولكن ما استمرنا لأن الحكومة المحلية غير متعاونة وغير جادة في حل مشاكل المحافظة. أنذرناهم وانطيناهم الفرصة وألقينا عليهم الحجة وأتممنا الحجة، مع الأسف ما كان تجاوب. كانت لديكم رؤية واضحة عن حل هذه المشكلة بشكل جذري؟ نعم بالضبط بالضبط. هو هذا اللي حصل. في بغداد كذلك احنا بدأنا في ناحية الحسينية السنة الماضية. نعم. نهاية الشهر الثاني عندما هطلت الأمطار وحصلت كارثة، والمتظاهرين تعرفون سدوا الطريق بين بغداد والشمال العراق، رحنا وأنقذنا الموقف بالحسينية بعد أن كانت كل البذور المحيطة بالمنطقة غير مكرات لمدة طويلة مهمولة. كريناها ووسعنا من قابليتها على استيعاب الماء، ثم انحسر الماء من المدينة ورفعنا كل مخلفات الأمطار. اتجهنا بعد ذلك إلى مناطق سبع قصور ومنطقة الدسم ومنطقة حي النصر، منطقة حي طارق أو حي المنتظر. نعم. إلى أن وصلنا إلى منطقة الكرغولية وصلحنا الجسر العاطل من 10 سنوات تقريبا، جسر الكرغولية. طيب. هذه في متعلق في الطرق والخدمات. جيد. كذلك نسقنا مع أمانة بغداد في موضوع معالجة المخلفات الصلبة أو النفايات الصلبة. وعدنا تفاهم جيد وياهم أن نشترك وياهم أو نعمل مشترك في مكافحة أو معالجة النفايات الصلبة مع محافظة بغداد. عندنا تعاون في مجال إعمار المدارس المحيطة في مدينة بغداد، أكثر من 400 مدرسة محتاجة إلى خدمات. طيب. أضحينا عضو رسمي في لجنة قرار 123 لمجلس الوزراء، يعني نفس خلية الأزمة؟ نعم بالضبط بالضبط. وأحيانا نحضر وياهم اجتماعاتهم ونشارك في حل مشاكل محافظة بغداد تحديدا.
وزارة التربية عندها مشاكل في مدارس بغداد، محيط بغداد. طيب. مدارسنا الآن استيعابها كلش يعني واصل للحد، 70 طالب بالصف الواحد، نحتاج إلى زيادة بعدد الصفوف. طيب. نحتاج إلى رحلات مدرسية، نسقنا مع وزارة التربية مديرية العام للأبنة المدرسية، وعندنا إن شاء الله تفاهم في زيادة الصفوف، صيانة بعض المدارس، إقامة بنى تحتية للمدارس، الطرقات المحيطة بالمدارس في كثير مناطق في سبع البور وغيرها، في الشعلة، في الشعب. هذا الموضوع يعني بسقف مالي، يعني هنالك تخصيصات مالية مقدمة لي؟ لا والله، هاي كلها اشتغلناها بإمكاناتنا الذاتية. أبداً أبداً. يعني احنا فيما يتعلق بالحج الشعبي امكاناتنا الذاتيه. طيب. اكو وعود انه يصير العمل اكثر منظم واكثر محسوب واكثر ضمن خطه متكامله. طيب. لحد الان ما صار شيء من هذا القبيل، ولكن نتامل ان الامور يعني تروح باتجاه اللي يعني ان يكون عملنا واضح ومبرمج ومخطط له ومرصود له الى مبالغ. منتظرين هذا من محافظة بغداد. كذلك عندنا تنسيق مع وزارة الموارد المائية. طيب. في إقامة ساتر طويل 300 كيلومتر تقريبا من حدود محافظة ديالة مع بغداد. هذه اللي تتكلم عنها، يعني انت ذكرت قبل قليل بعض الحلول الترقيعيه، او دعنا نسميها تحركات طوارئ او اغاثه مثلا، لكن على المستوى المشاريع الاستراتيجيه، يعني يصنف هذا المشروع ان هنالك ساتر على طول عده كيلومترات، هذا موضوع يعني استراتيجي الغايه من عنده. اكيد هذا مشروع استراتيجي. جدوى هذا المشروع ووزاره الموارد المائيه عندنا تفاهم تقريبا طويل الأمد، 4-5 سنوات يمكن يستمر في إنشاء سد لحصاد المياه القادمة من جهة الشرق من ديالة إلى هور الشكة بالعمارة، مرورا بالهور الشويشة بالكوت. يعني صد السيول أو الاستفادة منعتها في المستقبل؟ بالتأكيد، أولا لمنع السيول من أن تهاجم محافظة ديالة والعمارة، وكذلك إحياء 3-4 ملايين دونم من الأراضي في هور الشويشة. يصير هور الشويشة مثل حال هور الدملج مثلا. هور يمكن أن يوفر فرص عمل للمناطق اللي المحيطة بهذه المنطقة. كذلك عندنا تفاهم مع وزارة الإسكان في زيادة مساحات السكنية للمدن. السيد وزير الإسكان تحدث مع الهيئة، مع تحديد مع الحاج أبو مهدي. طيب. بأن نكون شركاء لهم في زيادة مساحات المدن من خلال إقامة بنى تحتية للتوسعة الجديدة من مجاري وخطوط كهرباء. احنا اعلنا عن استعدادنا وجهوزيتنا. جيد. للمساهمة والمشاركة مع كل الدوائر الحكومية، احنا حاضرين وجاهزين. وهذا طيب. هذا كلام الحاج ابو مهدي، وفي حضور السيد رئيس الوزراء عندما زارنا في اخر مرة الى هيئة الحج الشعبي، نفس السيد رئيس الوزراء طرح فكرة مشاركة القوات المسلحة تحديدا الحج الشعبي ووزارة الدفاع في اعمال البناء والاعمار وتقديم الخدمات وتقليل الكلف. تعرف الآن الكلف عالية والموازنة الاستثمارية قليلة، أكثر موازنتنا هي تشغيلية. حتى نسد الهوة بين الميزانية التشغيلية والاستثمارية وما موجود من يعني خلينا نقول واردات من النفط، لابد من إشراك جميع الجهود، والجهد العسكري ليس قليل، وخاصة الحج الشعبي يملك طاقات هائلة جدا في المجال الهندسي والدعم اللوجستي.